الآن نحن في صراع يوميا، حتى اليوم مثال كمثال حي أنه اليوم بيان وزارة الدفاع الجزائرية بخصوص ما روج له في الفيسبوك حول أخبار حول قضية ليبيا ومصر، وبالتالي فالفيك نيوز راهي صارت يعني بصريح العبارة وبمهنية نقولها صارت عايشة معنا. يعني الآن الصحفي ما عادش يجيب فقط الخبر أو يسعى للتحري على الخبر أو يسعى لجلب الأخبار أو لصناعة الخبر، ولكن يسعى يومياً أنه يؤكد يثبت أو ينفي، خصوصاً أنه انتشار هذا وسائل التواصل الاجتماعي اللي مع مرور الأيام نشوف أنه الآن ما هو مروج، ممكن الزملاء يشاطروني الرأي، أنه صرنا أمام المعلومات المغلوطة أكثر من المعلومات المؤكدة. أنا أقول لكم بصراحة، يعني بصراحة أنه أنا نسميها الأخبار التي يشوبها الزور. لماذا لا يشوبها الزور؟ لأنه صار تصنع الفتن سواء في الولايات، احنا نحكيه بالمنطلق البيئي، يعني البيئي يعني البيئة تاعنا والمحيط تاعنا، صارت تخلق الفتن، صارت تخلق حتى مشاحنات بين جهة وجهة، بين فئة وفئة. نعطيكم مثال بسيط، يعني هو مثال بعيد شوية ولكنه متاح الآن. لما تسمع أنه مثلا وزارة التربية الجزائرية أو الحكومة راح تصرف أجور زيادة للأساتذة أو حتى الأطباء، بعد الناس تعود تسأل على ماشي تسأل على كم ولا متى أو هل هو خبر صحيح أم لا. الناس ولات تعطي حتى الأرقام وتقول لك هذا من مصدر موثوق، وحتى صحفيين، أنا عندي زملاء حتى صحفيين وقعوا في هذا الخطأ وصاروا يكذبوا نفسهم وصاروا ينشروا هما التكذيب لما كتبوه قبل نصف ساعة أو ساعة. وبالتالي نحن أمام الآن يومياتنا صارت أمام معلومات، ليست فقط أنك تجيب معلومة، لأنه إحنا قبل 4 أو 5 سنوات كنا المعلومة شكون يجيبها، يعني اللي يجيبها هو اللي يصنع الحدث أو يصنع المعلومة أو يصنع التحقيق ويصنع، يعني عندنا هذيك الشاغم الشغف أنك تجيب معلومة وتجيب تصريح الوزير وتجيب تصريح المسؤول وتجيب تصريح المواطن وتجيب تصريح شاهد عيان و الآن ما صارش هك، ما ولدش هك، ولينا حتى لما ما تجيبهاش وكالة الأنباء الجزائريين خافوا. أنا صراحة نقولها لك، خصوصا بالنسبة للمعلومات المتعلقة، خصوصا الآن أمام فيروس أو وباء، الآن المعلومات المتعلقة بالصحة فيها الكثير من المحاذير.